اهلا بكم. صيد الثعابين من امتع الاشياء اللي ممكن نسويها، لكن صيد الثعابين ممكن يكون كارثه. الشخص اللي ما يعرف كيف يتعامل مع الثعابين ممكن يدخل في مشكله كبيره. في اسس لصيد الثعابين، اهم حاجه العلم. الواحد لازم يكون عارف ايش اللي بيسويه بالضبط، عارف ايش انواع الثعابين، عارف فين اماكنها، عارف فين بتعيش. اللي بده يطلع يصطاد ثعابين لازم يكون عارف المنطقة اللي بده يطلع لها. لو بده يصطاد أصلات ما حيطلع في الصحاري ولا الجبال، حيروح غابات. اللي بده يصطاد الأفاعي المقرنة أو أم جنيب زي ما بيسموها ما حيطلع جبال، حيروح مناطق رملية، لأنه الأفاعي وخصوصا أم جنيب بتعيش في المناطق الرملية. كل ثعبان له البيئة الخاصة به، وتكلمنا في حلقة البيئة عن الحكاية هذه. لازم الواحد يكون عنده علم بالموضوع، ملم بموضوع الثعابين عشان يقدر يطلع يصطاد. بعد العلم عندنا الخبرة. ما ينفع الواحد يطلع بدون خبرة، لازم يكون عنده خبرة. إن كان جديد في مسألة الصيد لازم يطلع مع صيادين مع خبرة في موضوع الصيد عشان يعرف كيف يتعامل مع الثعابين، لأنه العلم لوحده ما يكفي، لازم العلم والممارسة. زي ما قلنا إنه صيد الثعابين ممكن يكون فيه خطورة، غلطة بسيطة مع ثعبان ممكن تسبب الوفاة. في المنطقة اللي احنا فيها الآن في الداب الأسود، الداب الأسود لو عض شخص ممكن يموت خلال 10 دقائق فقط. فالحكاية هذه محتاجة علم، محتاجة خبرة. إذا عندنا العلم وعندنا الخبرة محتاجة معدات. الصيد محتاج لمعدات، محتاج لأدوات، في أشياء كثيرة جدا خاصة بالثعابين. هذه أهم أداة لصيد الثعابين، ممكن نلاقيها في الأسواق، ممكن نسويها، بنستخدمها في كل حاجة. أبسط أداة ممكن نستخدمها وأهم أداة بالنسبة للصياد هذه أو أي حاجة مشابهة لها، بنشيل بها الثعبان، بنبعده عن جسمنا، بنتعامل معاه، بنقربه، كل حاجة بنسويها بالأداة هذه. طبعا في ملاقط خاصة بالثعابين زي الملقط هذا ممكن نتعامل به مع أي ثعبان، لكن الثعابين الصغيرة ما هي الثعابين الضخمة. في كاميرات خاصة بالتصوير داخل الجحور، معدات كثيرة جدا، لازم يكون عندنا صناديق، علب، أكياس قماشية عشان لما نصطاد ثعبان نحطه في مكان يكون آمن، لأنه في بعض الثعابين ممكن نحطه في كيس قماش لكن تعض من خلال الكيس، فلازم ننتبه للحكاية دي. يكون عندنا المعدات المناسبة للثعابين اللي نبغى نصطادها، وخصوصا الأفاعي، الأفاعي محتاجة علب بلاستيك، ما ينفع نحطها في أكياس قماشية. العلم، الخبرة، الأدوات، أهم حاجة السلامة. لازم الواحد يحتاط، السلامة في الأول وفي الآخر. الشخص اللي بده يصطاد ما يطلع يصطاد لوحده، لأنه المسألة فيها خطورة، لازم يكون معه على الأقل شخص واحد أو يكون فريق عمل، يكون فريق فاهمين ايش اللي بيصير بالضبط، عارفين كل حاجة بتصير. يكون عندهم إلمام بموضوع الثعابين، عندهم إلمام بالإسعافات الأولية. فريق العمل لازم يكون مجهز، يكون مهيئ انه يتعامل مع اي مشكلة. نصيحة، لا حد يطلع يصطاد لوحده، لأنه الثعابين ومو الثعابين بس، اي حاجة فيها خطورة لا حد يطلع يسويها لوحده او يتعامل لوحده. كيف نعرف المنطقة فيها ثعابين ولا لا؟ الثعابين موجودة في كل مكان، لكن احنا ما نشوفها لانه حيوانات خجولة، لكن في مؤشرات بتورينا انه في ثعابين في المنطقة او لا. اول مؤشر اللي هو وجود الغذاء. لو كان في غذاء للثعابين، فيران، سحالي، طيور، حيكون في ثعابين. لو كانت البيئة مناسبة، البيئة ما هي باردة جدا ولا حارة جدا، حنلاقي فيها ثعابين. لو كان في جحور، في شقوق، حنلاقي فيه ثعابين. احيانا بنشوف في عملية البحث عن الثعابين مؤشرات زي جرة الثعبان اللي بنشوفها في الارض، اللي بتختلف بحسب نوع الثعبان. بنشوف مثلا ثوب الثعبان، بنشوف عظام الثعبان، ثعبان ميت او عظام خاصة بالثعبان، بنلاقي فضلات خاصة بالثعابين. مؤشرات كثير جدا ممكن نعتمد عليها.
لما نشتغل في موضوع الصيد او لما نبدا رحله الصيد، نبدا في منطقه معينه، ناخذ المنطقه كلها نمسحها بالكامل، نشوف المنطقه فيها ولا لا، بعد كده بنروح منطقه ثانيه. الواحد قبل لا يطلع رحلة الصيد لازم يكون عارف هو ايش بده بالضبط، ايش النوع اللي بده يصطاده عشان يعرف كيف يوصل له على طول، لانه كل ثعبان زي ما قلنا له مكان خاص، له بيئة خاصة، له وضع خاص بيعيش فيه. يعني الان لو بدنا مثلا نصطاد الافعى النفاثة لازم ندور على مصدر للماء قريب، مستنقع او بركة ماء او اي مصدر للماء. هذه اشياء بسيطة جدا تعرفنا كيف نصطاد الثعابين وكيف نتعامل مع الثعابين. أهم حاجة العلم، الخبرة، الأدوات المناسبة، والسلامة. السلامة لازم نحطها بعين الاعتبار، لأنه زي ما قلت غلطة بسيطة ممكن تسبب الوفاة، فلازم الفريق يكون مجهز، يكون عارف، يكون معنا شنطة الإسعافات الأولية وكل الأشياء الضرورية للتعامل مع الثعابين. أحيانا بنطلع مناطق ما بنلاقي فيها ثعابين. ليش ما بنلاقي فيها ثعابين؟ في ظروف بيئية بتمنع انه المنطقة دي ما بيكون فيها ثعابين، او الناس اللي بيمنعوا الثعابين انها تكون موجودة في المنطقة، زي المزارع بالضبط، تقليب التربة على طول بيمنع وجود الثعابين، غمر المناطق بالماء بيمنع وجود الثعابين، القضاء على القوارض، على الزواحف، على السحالي بيمنع وجود الثعابين. في اشياء كثير او متغيرات في البيئة بتصير تمنع وجود الثعابين. فرحلة الصيد محتاجة صبر، محتاجة نعرف إن كان المنطقة دي فيها ولا ما فيها. ما نطلع أي مكان وندور ونقول والله يمكن ويمكن لا، محتاجين مؤشرات، محتاجين دلائل عشان نعرف، لأنه عشان تصطاد ثعبان لازم تعرف إنه موجود فعلا في المنطقة هذه وتبدأ تدور عليه، وحتلاقيه إن شاء الله، بس محتاج صبر، محتاج إلمام بالموضوع. الوقت اللي تطلع فيه مهم جدا، يعني في الصباح، في الليل، في المغرب. في ثعابين بتطلع ساعة المغربية زي الصل الأسود اللي موجود في المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة العربية السعودية. الداب الأسود عادة بيطلع في الليل، الأفاعي المقرنة أو أم جنيب عادة بتطلع في الليل، فنختار الوقت اللي بنطلع فيه في الليل أو في النهار حسب نوع الثعبان. لازم نكون لابسين حاجة كويسة، يكون في رجلنا في بوت، لازم نكون لابسين بوت عشان نوع من الحماية. الملابس اللي نكون لابسينها تكون ملابس مهيئة انه نتعامل مع الثعابين، ما نلبس اي حاجة ونمشي وندور، لانه ممكن واحنا ماشيين ندوس على ثعبان او نلاقي ثعبان امامنا، فلازم نكون محتاطين لابسين اشياء معينة. ما نمسك الثعبان الا لو عرفنا نوعه، عرفنا خطورته. في ثعابين ممكن نمسكها بجوانت عادي زي هذا تعضنا ما في مشكلة، لكن الثعابين السامة وخصوصا الأفاعي، لأنه الأفاعي الأنياب اللي عندها كبيرة، وخصوصا الأفعى النفاثة بيوصل طول الناب إلى أكثر من 3 سنتيمتر، ممكن تخترق الجوانتي. لازم نفهم إيش بنسوي، لازم نعرف إيش اللي بيصير بالضبط عشان نبعد عن أي ضرر ممكن يوصل لنا. أتمنى صيد موفق للصيادين، وأتمنى السلامة للجميع. ربنا يبعد عننا وعنكم شرور كل شيء إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب. لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.